يا استاذ عبد الجواد، والجولات اللي بيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد وتصريحاته حول انجازات الحكومه، واللي بيعمل حاجه كويسه بيقول، اللي بيعمل حاجه وحشه بيقول له رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، واللي بيعمل حاجة فعلا بيقول، يعني متابعة شديدة جدا من السيد دكتور مصطفى مدبولي، المهندس مصطفى مدبولي في هذا الشأن. ازاي يعني احنا طبعا ما كانش فيه الكلام ده، خلينا برضو نتكلم يعني بصراحة. العشر مجمعات صناعية في الصعيد، في طفرة بتحصل اقتصادية في الصعيد، الناس دايما كانت تقول لك مفيش شغل في الصعيد وفي هجرة داخلية وفي مشاكل كتير جدا، وبعدين يجي ناس تانية يمكن للأسف الشديد وكان بيزعجني جدا هذا الأمر من خارج مصر يقول لك الصعيد ده كله موارد، كله كنوز، هو انتوا ازاي مش عايشين في الصعيد؟ يعني دي يمكن سمعتها من أحد أصدقائي من ألمانيا، قال يا جماعة انتوا مش عايشين في الصعيد ازاي؟ يعني صعيد مصر ده يقدر يصرف على مصر كلها. فأهمية الزيارات اللي بيعملها دكتور مصطفى مدبولي في هذه الأيام للصعيد حضرتك شايفها ازاي؟ طيب يعني خلينا ابتدي من اللي حصل امبارح في مجلس الوزراء في الحقيقة، وتكريم السادة المحافظين. يعني فكرة التكريم لدى دولة رئيس الوزراء في الحقيقة مش الفكرة ان انت مشيت فشكرا، تقدير، لا، فكرة ان انت لاعب اساسي في الفريق، وانه الماتش ده مش بتاعك لكن انت موجود في هذا الوطن، لك دورك الذي ستلعبه في مكان اخر لكن انت معانا، وكل ما قدمته لهذا الوطن هو جهد مقدر. الحركة والكلام اللي حضرتك تفضلتي وقلتيه، فكرة الحركة في الصعيد والتواصل مع الإعلام، يمكن خلال الفترة اللي فاتت أسس يعني أسست مبادئ علاقة جديدة ما بين الحكومة وما بين المواطن، ما بين الحكومة وما بين الإعلام. شفنا المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، شفنا الجهد الكبير جدا في الحقيقة والنشط والفعال والسريع اللي بتعمله منظومة الشكاوى في مجلس الوزراء والرد السريع من خلال الوزارات المختلفة، شفنا المركز الإعلامي للرئاسة. يعني بقى في شكل للدولة إعلاميا وجماهيريا. التحركات اللي هيقوم بيها معالي رئيس الوزراء في الحقيقة هي تحركات، عايز أقول، مش علشان يبقى في خبر ان هو راح سوهاج او راح اسيوط او راح هنا، لا، التحركات هي كما تحركات الدوله في الفتره خلينا نقول 5 سنين اللي فاتوا، هي تحركات مصحوبه بانجاز على الارض، لكن حركه الحكومه دايما بتبقى مهمه لانه هو رايح على انجاز وبيتكلم على انجاز تاني هيتعمل. فكره التواجد وسط الناس بتخلي المسؤول يسمع. يمكن شفنا السيد الرئيس لما كان في اسوان وقام شاب تحدث عن مشكلة مصنع كيما، مصنع كيما ده عفوا من واحنا طلبة في ابتدائي بنسمع على هذه القصة انه النيل يبدأ تلوثه في أسوان من مصنع كيما، من مصنع كيما. لما الرئيس هناك سمع حلت خلاص، بتبتدي تتاخد إجراءات وبتتاخد إجراءات سريعة. السيد رئيس الوزراء بيروح، ما بيروحش لوحده، بيروح ومعه مجموعة من الوزراء المسؤولين. الناس في الحقيقة بتتخيل انه ده هو الناس سايبة، لا، الناس بتروح بتشوف الامر على ارض الواقع، لانه احيانا كتير جدا الواقع بيفرق عن التقارير. الناس بتتخيل ان هم سايبين ايه فندم، طب هم رايحين لمكان الحد، سايبين بيروحوا افتتاحات، يعني جرى العرف انه دايما ان الافتتاحات هي مظهرية، لكن في الحقيقة في أداء مختلف بيحصل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حتى الافتتاحات ما بتبقاش في الحتة اللي احنا رايحينها. يعني امبارح مثلا في المنوفية كان الافتتاح لمحافظات أخرى بالكونفرنس غير المكان. أول امبارح كان الأربع. ما يحدث في الصعيد أيضا لما كان سيادة الرئيس في أسيوط، كان في أسيوط وافتتح مشاريع أخرى في محافظات أخرى. هي الفكرة أن الحركة تعني أن هناك مشروعات تفتتح، مشروعات حقيقية. احنا بنتكلم على حاجات بتنتج، يعني لما سيادة الرئيس راح بني سويف المصانع شغالة، لما الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رايح للصعيد ورايح على مشروعات شغالة. فكرة التحرك نحو الصعيد ده أمر مهم جدا. ليه؟ لأنه في الحقيقة في محافظات بتحس إنها زي ما حضرتك تفضلت كده، اللي هي محافظات الطاردة. لما بيبقى فيه اهتمام وهو يحس انه خدماته عنده وان الحكومه مهتمه وانها بتدي له خدمته، في الحقيقه مش هينتقل. بالظبط، مش هيبهدل نفسه واسرته ويروح من هنا لهنا ومدارس وشغل ومش صحيح. وعايز اقول اهميه ده الكبيره، يعني انا ما اعرفش ده محطوط في الحسبان ولا لا، بس في الحقيقه لازم نفهم انه العوده من الخارج، عوده الطيور المهاجره والعماله المهاجره،
بدأت تتزايد خلال السنوات الماضية وهتزيد في السنوات اللي جاية. حقيقي. فأنا عايز أقول إنه ما تفعله الحكومة بيحل مشكلتين في الحقيقة، المشكلة القائمة للناس اللي كانت موجودة، ثم بتستوعب مشكلة الناس العائدة من الخارج اللي يعني تعودت على مستوى دخل معين واللي عايزة كمان فرص عمل زيها زي الناس اللي في اللي الداخل. موجودة في الداخل. آه. فمهم جدا فكرة زي ما حضرتك تفضلتي وقلت إن الأجانب بيقولوا الصعيد غني. الساحل عندنا غني، في الحقيقة مصر كلها غنية بثروات كبيرة جدا. فكرة الاستغلال هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. حقيقي. فكرة الاستغلال الأمثل للموارد وحفظ ما يمكن أن يحفظ للأجيال القادمة، عشان الأجيال الجديدة ما تيجي وتلاقي نصيبها موجود في بالظبط. واحنا الفرق. محتاجين ان احنا نعزز هذه الثقافه، يعني مثلا سياده الرئيس او رئيس الوزراء بيروحوا زيارات او بيعملوا افتتاحات او كذا. لا، انا محتاجه اعزز هذه الثقافه. ليه بقى؟ لان انا دايما حضرتك بتقول دلوقتي خلاص هي مصر كلها غنيه وفيها موارد كتير، اهميه استغلالها واهميه ان انا اعرف اصلا ايه الموارد، لان في ناس ما تعرفش الموارد دي عباره عن ايه يعني بالظبط. فدايما اللي كنت كمان اسمعه هو انتوا عندكم وقت تبقوا فاضيين ولا تاخدوا اجازه؟ لان انتوا لو اشتغلتوا طول النهار والليل مش صحيح. هتعرفوا تشتغلوا في كل الموارد دي. انا بتضايق جدا، على قد ما انا طبعا بفرح ان بلدي كل غنيه وفيها موارد كتير، بس بتضايق ان احنا قاعدين هنا واحنا مش فاهمين احنا عندنا ايه. والبره بيبقى فاهم. وهنا بتاتي برضو اهميه ان في ناس بتبقى بره فاهمه ومبسوطه وفي ناس بره فاهمه ومتضايقه، فيعني كل واحد بقى على حسب صحيح. نيته. اضيف الى كلام حضرتك كمان في النقطه دي يا استاذ عبد الجواد، ان يعني حضرتك استشهدت يمكن بالمؤتمر اللي اقيم في اسوان، وان مشكله كنا بنسمع عنها بقى لنا 20 30 سنه واتحلت في ربع يوم يعني. فدي برضو حاجه احنا بنعرف نحل، يعني احنا بنعرف نحل وبنعرف ناخد قرار وبنعرف يعني نتوصل لحلول صحيح. سريعه وجذريه. اهميه التنقلات، يعني حتى كمان زيارات دكتور مصطفى مدبولي لكل الأماكن دي، خصوصا تفقد الأماكن الصناعية، وحقيقة دكتور مصطفى مدبولي عنده نشاط في النقطة دي تحديدا، بتمنع ايه بقى؟ بتمنع تراكم المشاكل. وهنا اللي خلاني اوصل لنقطة مصنع كيما اللي بقاله اكتر من 30 سنة بيعمل مشاكل، ايه؟ ان احنا اشتكينا وهي الموضوع تراكم. فالتواصل اللي حضرتك برضو ذكرته خليني اشيد بيه، لان التواصل بين المواطن المسؤول منع تراكم المشكلة ويخليها بقى تقعد سنة وسنتين، وكل سنة المشكلة بتبقى موجودة بتعمل معها 10 مشاكل تانيين. فبنوصل ان احنا عندنا مليون مشكلة يقولك هحل ازاي وامتى، فبيه مسؤول بعد كده يقولك مفيش خلاص هعمل ايه. فدي برضو كانت من ضمن اهمية جولات رئيس الوزراء بمحافظات الصعيد. طيب ننتقل بقى